في أيام قليلة عزف مواطنو الطرف عن اقتناء سيدة الموائد الجزائرية البطاطا، مجبرون وليس مخيرون بسبب ارتفاع أسعارها والتي حتما لا تتوافق القدرة الشرائية للمواطن البسيط ومحدودي الدخل. الآن جينا نقدم المرشي، كل شيء غالي، الخضرة غالية، البطاطا غالية، البصل غالي، البطاطا ثو كلش غالي. البطاطا طالعة كلش طالع، والدنيا دي ربي يستر برك. وسوما راك تشوف البطاطا ب 8000 الحاج، كلش غالي. الجرن يضيعي 100000، ما عندها ما تجيب لي حرث، ما لقيت وين نداها بشقا نجيبها. العبد يخزر بعينيه، قريب يعود يصور الحاجة ويخباها في الدار، ما بقاش يشراها. التهم توجه أصابعها كل مرة للتجار ليأتي التبرير سريعا من أمام طاولة بيع البطاطا والخضر، فأثمانها باهظة في سوق الجملة أصلا، أما الربح فقليل. تشوفوا في السوام تقولوا هي غالية، احنا اللي غالب علينا، احنا وسين رانا نشريو بالغلا، ونبيعوا بالغلا، رانا ندوروا بالفين، ندوروا بالفين الكيلو ب 1500 وبالفين، هذا واش كان؟ بالك تحسبوا فينا احنا اللي كيما نقولوا لي زايدين في الاسوام هذه، في الاسعار هذه. لا غالب رانا نجيبوا في السلعه، رانا نجيبوا فيها من المارشي كرو. دونك البان نتهموا الخضار ولا المواطن، شاك فوا يقول لك خضار، الخضار راهو خاطئ، هاني مواطن ونشري عادي، فهمت كيفاه؟ يا ترو دانترميديار، لازم الدوله دير اليات دو تيل سورت الفلاح يبيع البرودوي تاعو مباشره. المنتج أو الفلاح، الحلقة الأولى في سلسلة الإنتاج، يعد بالفرج القريب بعد جني المحصول أسابيع فقط، ويدخل المنتوج سوق الاستهلاك وتضبط بوصلة الأسعار. مازال واحد شهر، شهر ونص تدخل إن شاء الله في الإنتاج. بالنسبة للإنتاج تاع البطاطا هذه تاع الشتوية تاع لاريال سيزون كما نقولوا لها احنا، هذه كي تدخل للسوق راح يكون انخفاض في الاسعار. في جوايه 10 15 حتى 20 ديسمبر نبداو نحيو، بربي ان شاء الله يكون انخفاض في الانتاج بالسومه، يعني تاع تنقص واحد 3000 فرنك، تكون بواحد 40 45 حتى 50 دينار. من الفلاح الى المنتج الى المستهلك، حلقات متسلسله، ولكن التنسيق بينهم منعدم، والمضاربة في البيع والشراء توسع الفجوة بين الفاعلين، ليكون في الأخير المواطن المتضرر الوحيد.